فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يجري في بعض بلادنا هنا من أنه إذا مات الميت أقيم له العزاء لمدة 3 أيام، يقول: إذا مات أحد الأقارب ولم أحضر للعزاء فإنه يثرب علي، يقول إنه يثرب علي وينكر علي، يقول: فماذا أصنع؟ بين لهم السنة وبين لهم أن هذا مال هصل، فإن قنعوا الحمد لله، وإذا لم يقنعوا لا تحضر، يعني لك عذر في هذا، وقد بينت لهم وهم يعرفون أنك ما تأخرت إلا لأنهم ما قبلوا، يكون هم الخطأ منهم هم. نعم.